بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي ازاي ممكن نستخدم الوان نوت في عملية التعاون المشاركة وارسال الرأي للطالب. من اكتر التحديات اللي بتواجه المعلم باستخدام مهارات القرن 21 داخل الفصل هي كيفية تنظيم وادارة العمل. تعالوا نشوف كده ازاي المعلم يقدر ينفذ ده باستخدام الوان نوت. ممكن يستخدم الميل او يرفع على سيرفر، لكن مع مايكروسوفت وان نوت نقدر نحط ملفاتنا يا اما على سيرفر او على الكلاود مثل الشير بوينت والسكاي درايف. من الاشياء اللي بنراها كتير وكتير في المدارس انهم بيعملوا التعاون باستخدام الوان نوت عشان يشيروا المصادر والملفات بين المعلم وطلابه. تعالوا نبص كده على المثال ده. المعلم هيقوم بانشاء الوان نوت الخاص بيه، ليه صلاحية القراية والكتابة طبعا عليه. هيقوم بوضع الملف الوان نوت على الشبكة. تعالوا نقول ان هو مدرس رياضيات. مدرس رياضيات عنده ملف الوان نوت الرئيسي الخاص بالرياضيات داخل الدروس، داخله طبعا الدروس والمحاضرات، وده النوت بوك الرئيسي للرياضيات، وهيضعه على الشبكة المدرسية في مكان مخصص لوضعه بحيث ان هو يقدر يعدل ويضيف دروس جديدة. من المهم جدا ملاحظة ان المعلم له صلاحية القراءة والكتابة على النوت بوك الرئيسي بتاعه، لانه هينشئ دروس جديدة ويتأكد ان صلاحية الطلاب على هذا الملف هي القراءة فقط، وده هيعني ان الطالب يقدر يشوف الدرس كامل كما انشأ المعلم، لكنه لن يستطيع ان يغير في محتواه ولا يمكن ان هو يعدله. مثلا كلهم عندهم القدرة ان ياخدوا نسخة من مصادر او ملف داخل الدرس لو محتاجينها، بالإضافة إن ملف المعلم الرئيسي للقراءة فقط. كل طالب عنده النوت بوك الخاص بيه لمادة الرياضيات، مثلا كتاب جيمس، كيلي، تيم، جيسيكا. كل طالب من حقه طبعا القراءة والكتابة في النوت بوك الخاص بيه، لأنه هو طبعا اللي أنشأه أصلا، لكن هو ما عندوش صلاحية على النوت بوك الخاص بزملائه، ما يقدرش يفتحه. يعني مثلا لو قلنا جيمس ما يقدرش يفتح كيلي، ولا كيلي تقدر تفتح تيم، وهكذا ما يقدرش يفتحها ولا يشوفه. يعني كل واحد ما يقدرش يفتح كتاب الاخر. سير العمل، طالب مثلا جيمس هو فاتح النوت بوك الخاص بيه بالرياضيات، وكمان فاتح النوت بوك الخاص بمعلم النوت بوك الماستر الخاص بمعلم الرياضيات. ده معناه ان جيمس كده فاتح كتابين، الخاص بيه وكتاب المعلم. ده هيسمح له انه يقدر يشوف كتاب المعلم بملفاته وياخد منها كوبي، حيث ان المعلم بيضيف الدرس طالما الكورس شغال، وعنده كتابه الخاص بيه اللي بيشتغل فيه. بمعنى اخر، ينشئ المعلم الدرس ويوصله للطلاب بتاعته، هيسميه مثلا نيو بيس كده. وطبعا المدرس عارف ان طلابه تقدر تدخل على الكتاب الرئيسي عشان تقرا المواضيع العديده، لكنها لا تقدر ما بتقدرش تعدل فيها. فعندما يذهب المعلم للفصل هيطلب من طلابه انه يدخلوا، كل واحد ينزل نسخه من كتابه الخاص بيه، كل واحد ياخد نسخه من الكتاب. طبعا دلوقتي النسخه من حقه ان هو يعدل ويضيف فيها زي ما هو عايز. عشان المعلم يعطي رايه كل كتاب، المعلمين طبعا بيستطيعوا ان هو يفتحوا كل كتب الطلاب وليهم صلاحية القراءة والكتابة، يقدر يشوف شغل الطلاب. فمثلا لو ان ده مخطط الوان نوت بتاع المعلم، كده زي ما انتم شايفين. الوان نوت بتاع المعلم متقسم تابات فوق، كل تاب فيه الليكشر مثلا الدروس بتاعته، تابات ملونة، ده الماستر وان نوت بتاعه. عنده كتب الطلاب بتاعته، جيمس، كيلي، تيم، جيسيكا. هو لما ضاف الدرس الجديد قدر كل من الطلاب بتاعته ان هي تقدر تاخد
الحاجه دي. تعالوا مثلا نشوف ان هو عاوز يحط رايه على جيمس، مثلا كتاب جيمس، هيتك جاست كليك على جيمس، هيفتح معاه الكتاب، هيقدر يحط له بالبن بالقلم، يقدر يكتب له اوديو، يقدر يسيب له كمان فيديو، ما عندوش مشكله. كمان زي ما انتم شايفين، فكره استخدام الوان نوت في التعاون فكره جباره جدا. رائع اننا نبدا نستخدم الوان نوت في